بون بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير على الجميع. بون المحرك اللي طال الانتظار على بالنا طولنا الله غلب. نارنا سبق وقلنا المحرك راكم ما يكونش بالجودة تاعنا بهذا الليطة بهذا الليطة وبالسعر اللي راح نذكره. سما لازم رابور كاليتي بري. الحاجة اللي دايما تخلي الكليون هو الغانيون هو المستفيد الاول كما عودناكم طيله هذه السنوات مع المحركات كامل اللي خدمناهم ان شاء الله. بون بدون اطاله محرك تويوتا 1.3 في في تي هذا جبناه نيف لانه قدام واحد قال لنا ني ريفيزيتو فلاميزون ريفيزيتو خلينا محرك تويوتا راه لا بيس دو شونج تاعو غاليه ويستاهل باش ثاني نكونوا منصفين ثاني لا بيس تاعو غاليه لكن يستاهل محركات تويوتا بدون تجريح كل الماركات راهي برهنت على القوه تاعها. المحرك هذا خاصه في الياريس راه ناجح بزاف الله يبارك الناس اللي سيوهم على بالو. هذه فرصه ان شاء الله. قال لي ريفيزيتو ب 36 مليون كاين اللي يقول لك شريناه ب 45 ب 50 اسعار جنونيه. على كل حال المحرك ان شاء الله باذن الله راه توفر غرون كومبلي كومبريسور كليماتيزور كوليكتور ادميسيون الانترناتور تاعو لي بوجي لي بوبين مع لي بوجي لا رومب و لي زانجيكتور كوليكتور ايشابمون البومب اسيستي تاعو هي بالقرعة تاعها. المهم محرك فيطا خيالي بسم الله ما شاء الله ان شاء الله كونتيتي راه متوفر في محلات العاصمة. السعر المحرك غرون كومبلي نديرو له 33 مليون ومعاه بونيس. ها هو البونيس تاع علبة السرعة الاوتوماتيكية انا عميه دونك اي يقدر اي واحد يجي كومونتي لي يقول لي لا بواط فيتاس تاعو يا راجل اللي يدير 30 مليون الله يجعلها دير 50 حنا سلكنا نبيعو الناس ولاد عائلة يتبعونا وحنا رانا كي نشريو المحركات الواحد كي يشريو كشغله يشري الروح كي يشريو الناس كشغله نشريو رواحنا. هذه هي مع العلبة تاعو العلبة اوتوماتيكية بالك يجي واحد يقول لي علبة واحدة يدير 30 المحرك وحده يدير 40 هذا راه كرون كومبلي حاجه ما تخص الموتور ياري 5 فيتاس كرون كومبلي بالباطا تاعو بكلش 33 مليون. المهم حاليا راه متوفر في محلات العاصمه باذن الله راح يتوفر في محلات بوقعه وسطيف هذا الاسبوع ابتداء من غد ان شاء الله ومرحبا بكم ان شاء الله. السلام عليكم.